ظهرت في الأسواق عملة جديدة هزت الناس، عملة إلكترونية، والناس عند الربح تنسى الدين وتنسى القيم وتنسى الشيوخ وتنسى العلماء، ومن قال له حرام قال هذا متشدد، ومن قال له حلال قال تعالى أقبلك وأدعوك على العشاء. المهم نحن لا نريد لا تقبيل ولا لأني لن أقول حلالا. المهم ما هي هذه العملة؟ ما يسمونه البيتكوين. شوف في مطلع التاريخ كان الناس بيتعاملوا بالتبادل، تبادل السلعة، أعطيك عزك الله خروف تعطيني مثلا خضار وفاكهة أو قمح مثلا يعني. بعد ذلك بدأوا يتعاملوا بالصدف والأحجار، صدف البحار يجيب كم صدفة كده معروفة يقول له هذه هذا الصدف يساوي كذا فيعطيه مثلا سلعة أمامه. بعد مدة بدأوا يتعاملوا يعني اخترعوا أو اخترعت العملات المعدنية والفضية، ثم بعد ذلك ظهرت العملات الورقية، وظهر بعد ذلك الأوراق الإلكترونية التي تتعامل مع الماكينات المعينة، تضع سبحان الله هذه في الماكينة، الماكينة بدون كلام تخرج لك ما يسمح لك. المهم هذه تعاملات، وأينما توجد المصلحة فثم الشريعة. لكن العلماء اشترطوا، أنا الآن عندي تقريبا ما يقرب من 42 عالم ممن أثقوا بعلمهم، وأنا رقم 43 تلميذهم الصغير وطويل بالعلم، أقرر ما قرروه، أن أولا هذه العملة الجديدة مجهولة الهوية، حتى وإن كان التعامل بها يعني فيها روح المخاطرة والمقامرة، لا تضمنها مصارف مركزية ولا ولي الأمر ولا سلطات الدولة، وإنما أنت في الهواء، واللعب فيها زيادة ونقصا فيها صورة واضحة من صور القمار. ثم إنها سبحان الله عملة قد تكون غير ممسوكة وغير معينة غير متعينة. أما أن ترتفع بهذا المنطق إن كنا من أهل الدنيا وسوف ترون سوف تقوم هذه العملة بانهيار اقتصاديات دول ومجتمعات، فإياك أن تدخل في أمور أنت لا تدري، لأنها قائمة في الإسلام. البيع في الإسلام يجب ألا يقوم على الغرر والجهالة. يعني ايه الغرر والجهالة؟ مع ان المنبر ليس مكانا للفقه، وانا لن اناقش احدا بعد الصلاة في هذه المسألة، يعني لو سمحت ان انا اقول ما اعرفه، المهم او ما اعلم. الغرر والجهالة، لا يجوز عند العلماء بيع الحيوان في بطن امه. حيوان في بطن امه ما ينفعش، تقول اشتري اللي في بطن البقرة اللي في بطن الناقة، لا ينفع. لا تشتري السمك في الماء، تقول انا من مرحلة مسافة كذا كذا اشتري هذا السمك. ولا الطير في السماء، تقول له من منطقة كذا في دبي الى منطقة كذا في ابو ظبي اشتري هذا الطير الذي، هذا يسمى بيع الغرر والجهالة، هذا البيع باطل. فاذا قامت الاقامة حتى زمان في الستينات والسبعينات لما ظهرت اللوحات التي تبيع ابراجا، كان بعض العلماء متحفظين من ان تباع شقة او مسكن في الطابق 120 لشيء لم تحفر الارض بعد، لكن هو فين العين؟ فلما وراء العلماء ان المسألة اذا تأخر حتى ينتهي البرج سوف ترتفع الاسعار، فغضوا الطرف عن هذه وقالوا وان كانت العين غير موجودة لكن متيقنة بادارة الدولة وادارة الوزارة المختصة وادارة المسؤولين والمحاكم والقضاء والنيابات الى اخره. احبتي في الله، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وكن عند امر الحلال والحرام واضح المعالم. من الذي يوصل هذه العملة الى الاف مؤلفة ثم يخفض بها قاع المحيط الا ان تكون فيها ادارات؟ اول ما دخلت فيها الدولة معينة شككت فيها شكا، ثم ايقنت فيها يقينا انها ليست المسألة هكذا، يريدون ان يجمعوا ثروات العالم تحت اعينهم، وانت لا تدري من الذي يدير مثل هذه الاشياء الغريبه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. اللهم اقسم لنا من رحمتك ما تحول من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اصلح لنا ابناءنا وبناتنا، ارزق بناتنا الازواج الصالحين.
وأبناءنا زوجات الصالحات، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نخرج حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وآخر الصلاة قوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله.